غير أن لغة مثل هذه اللغة لا تصح أبدا لا في اللغات الشرعية ولا في اللغات القانونية الوضعية. انظر على سبيل المثال قول سيدنا علي رضي الله عنه وهو يحادث ويخاطب غلامه قنبر، وقد أورد ذلك الفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط، كما وأورده شارحه أيضا الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس، ألا وهي القصة الطريفة عندما خاطب سيدنا علي غلامه فقال: يا غلام خذ المسطر أو المزبر بشناترك واجعل حندرتيك إلى قيهلي حتى لا ألغي نغية ولا أنبس نبسة إلا ضربتها بحماطة في جلاجنك. انظر: يا غلام خذ المزبر بشناترك واجعل حندرتيك إلى قيهلي حتى لا ألغي نغية ولا أنبس نبسة إلا ضربتها بحماطة في جلاجنك. تقول الرواية: إن أصحاب علي رضي الله عنهم جميعا عجبوا مما قال، فقال: والله إنها للغة العرب العاربة. فبين لهم أن هذه لغة تراثية معتبرة مقدرة، وشرح العلماء ذلك أن خذ المسطر أو المزبر أي القلم، قطعة القلم هذه التي كان يكتب بها، بشناترك، الشناتر هي الأصابع في لغة اليمن، واليمن طبعا يعني اليمن القحطانيون، هؤلاء هم العرب العاربة، أصول العرب هناك، فشناترك أي أصابعك بلغة أهل اليمن. واجعل حندرتيك، الحندرة يقال مقلة العين أو حدقة العين، يعني انظر لي جيدا. إلى قيهلي، قيهلي يقال وجهي، القيهل هو الوجه ويقال إلى لساني. حتى لا أنبس نبسه، نبس نبسه يعني تحدث بكلمة ما، أو أنغي نغية، والنغية هي اللغة التي فيها سرور للمرء، ومنه ناغة أو المناغاة للأطفال، أي الحديث معهم بلغة لطيفة، بلغة تثير فرحهم وضحكهم. وعليه أنغي نغية أي لا أنطق كلمة إلا ضربتها أي كتبتها بحماطة، الحماطة هي نوع من العشب، ولعلهم كانوا يتخذون منه ألوانا للكتابة، وأيضا الحماطة هي المحبة أو الشيء في سويداء القلب، فيقصد بها الكتابة. إلا ضرب أي كتبتها بحماطة أي بهذه الصبغة وهذا اللون في جلاجنك، يقال الجلاجن هي السمسم اللي هي السمسم أو الكزبرة، ويقال الجلاجن يقصد بها حبة القلب أو سويداء القلب، وقد يكنى بها عن الدفتر الذي يكتب فيه. ومن ثم فإن معنى هذه الجملة: خذ القلم بأصابعك وانظر إلي جيدا وحدق في النظر حتى لا أنطق بكلمة إلا كتبتها منضبطة في دفاترك أو وعيتها وعيا صحيحا في صدرك وفي قلبك. فمثل هذه اللغة التراثية الضاربة في الإغراق لا يصح البتة أن يكتب بها القانون، لأن القانون غايته الإعلام. وقد نصت المحكمة الدستورية العليا بأن المشرع مقيد ألا يجعل من ألفاظه شراكا أو شباكا فيصيد بها المستهدفين بالقانون أو المخاطبين بالقانون، فالتعمية والإلغاز والتكنية ممنوعة هاهنا. والأمر أشد خطورة في نصوص القوانين الجنائية، حيث المبادئ الدستورية العليا والمبادئ القانونية المعتبرة العالمية مثل مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا يقتضي أن يكون النص موضحا مبينا محددا دقيقا مما هو في متناول معظم العقول وجل الناس، لا أن يعرفه أفراد دون أفراد، ولا أن يختص بفهمه طائفة دون طائفة. ومن ثم جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بأن سلطته التقديرية في وضع التشريعات مقيدة بألا تكون فيها إبهام أو
الغموض وألا تكون شراكا أو شباكا يصيد بها المخاطبين، أي يقعوا في الخطأ ويقولون لم يدل النص على كذا فيقول المشرع أو المفسر لا بل دل على كذا فيقع الخلط، ومن ثم لا يتحقق النظام ولا التنظيم ولا مستهدفات العدالة من الحماية للحقوق والحريات والمراكز القانونية ومن بسط الأمن والأمان.